يعني إخواني الطلبة، بسم الله الرحمن الرحيم، سنقوم بحل هذا التمرين الذي ورد في بيام 2009، إذا بيام 2009 لتكن، الذي يقول لتكن العبارة أ، حيث أ تساوي لنا 2 إكس ناقص 10 ناقص إكس ناقص 5 مربع. السؤال الأول هو انشر ثم بسط العبارة أ، إذا نشر واحد، نشر وتبسيط العبارة أ، ننتبه بكل بساطة سنقوم بعملية النشر. إذا نقول أ تساوي ماذا؟ تساوي هنا 2 إكس ناقص 10 ناقص، لاحظوا عندكم هكذا، عندكم ماذا؟ عندكم إكس مربع، ماذا يمكن أن نقول عليه؟ إكس مربع يساوي هنا إكس في إكس، إذا هذا مثله كمثل إكس مربع، يعني ماذا يعطي لكم؟ ناقص ماذا؟ إكس ناقص 5 في ماذا؟ في إكس ناقص 5، أنه مثله كمثل هذا، إكس مربع هو إكس في إكس، إذا إكس ناقص 5 مربع هي إكس ناقص 5 في إكس ناقص 5. نكمل النشر بكل بساطة، تصبح هكذا 2 إكس ناقص 10 ناقص، نفتح قوس ونقوم بعملية النشر هكذا، لاحظوا هذا في هذا كم؟ إكس في إكس، ها هي إكس في إكس، كم تعطي لكم؟ تعطي لكم إكس مربع، ثم ماذا؟ ثم هكذا إكس في ناقص 5 تعطيكم ناقص 5 إكس، ثم ماذا؟ ثم هذا في هذا، ناقص 5 في إكس هي ناقص 5 إكس، وعندي كذلك هكذا ناقص 5 في ناقص 5، الناقص في الناقص يعطيكم زائد، و 5 في 5 تعطيكم 25. لاحظوا طريقة بسيطة جدا للحساب، يعني تصبح أ يساوي 2 إكس ناقص 10 ناقص، نكمل ما بداخل، لاحظوا هذا قوة ثنائية، يعني قوة مربع لا يوجد معه أخاه، يعني يبقى هكذا، لكن لو تلاحظون إلى هذا وهذا ناقص 5 إكس وناقص 5 إكس، إذا كان الناقص والناقص نجمعه كم تعطي لكم؟ تعطي لكم ناقص 10 ماذا؟ إكس زائد 25 هكذا. أ يساوي 2 إكس ناقص 10، الآن يدخل الناقص على هذا وعلى هذا وعلى هذا، يعني يغير كل الإشارات هكذا، تصبح هنا زائد 10 إكس ناقص 25. أ يساوي، ننتبه يوجد هذا وحده، يبقى لي وحدي هكذا، وعندي ماذا؟ عندي هذا مع هذا، 10 زائد 2 تعطي لكم كم؟ 12 إكس، وعندي هذا مع هذا كم؟ ناقص 25 وناقص 10. إن لم تكونوا تجيدوا هذه الأشياء قوموا بالآلة الحاسبة فقط، تعطيناكم ناقص 35. هذه هي نشر أ بكل بساطة. نأتي إلى السؤال الذي بعده، تحليل العبارة أ، أكرر لما تقوم بعملية هذا النشر لا يمكنكم أن تأخذوا منه التحليل أبدا، فالتحليل يجب عليكم أن تعودوا إلى العبارة الأولى. العبارة الأولى ما هي؟ هي أ يساوي 2 إكس ناقص 10 ناقص إكس ناقص 5 الكل مربع. التحليل يعني استخراج العامل المشترك، تابعوا جيدا فقط، تابعوا، ها هو طرف وها هو الآخر، تابعوا جيدا فقط، ما رأيكم لو أستخرج 2 من هنا؟
كامل مشترك. ماذا يبقى لديكم؟ لاحظوا، يبقى لديكم ماذا؟ لديكم إكس ناقص 5. تابعوا جيدا، أعيد النشر. 2 إكس ناقص 10، إذن هذا هو ناقص ماذا؟ لاحظوا، ناقص إكس، عفوا، إكس ناقص 5 الكل مربع. ها هو حد وها هو حد. هيا نستخرج العامل المشترك، هو يظهر أمامكم بين هذا الحد وهذا الحد، يصبح أ يساوي ماذا؟ ما هو العامل المشترك الذي يمكن أن نستخرجه من هنا؟ إني أرى أن أستخرج إكس ناقص 5 هو عامل مشترك. وماذا يبقى لديكم لما تقومون باستخراج هذا؟ يبقى لكم هذا فقط. لاحظوا عندكم هنا الناقص، هنا ناقص، هذا قلنا هذا، ها هو. لاحظوا قلت هذا في أصله هذا، هذا إكس ناقص 5 مربع في أصله، إكس ناقص 5 في إكس ناقص 5. نحن نحتاج واحد فقط، نحتاج مثلا هذا. ماذا يبقى؟ يبقى لديكم هذا. إذن هكذا نحن استخرجنا واحد، بقي هذا، استخرجنا واحد منه، تبقى هكذا. لو تعيد النشر هكذا، ها لاحظوا إكس ناقص 5 في إكس ناقص 5 تعطيكم إكس ناقص 5 الكل مربع، يصبح أ يساوي إكس ناقص 5 في، نكمل الحساب ما بداخل القوس الكبير، يصبح 2، ندخل هنا الناقص يعطي ناقص إكس، ثم ندخله كذلك هنا الناقص في الناقص يعطي لكم زائد، يصبح أ يساوي إكس ناقص 5. وهنا في هذا لا يوجد أخاه، يقعد هكذا، ثم عندكم هكذا 2 زائد 5 تعطيكم زائد 7. إذن هذا هو التحليل، تحليل أ، عبارة أ، يعني سؤال بسيط جدا. نأتي إلى السؤال الذي بعده، وهنا حذر لا تكملوا النشر، اتركوها هكذا لا تكملوا النشر، لأنه قال حلل ليس أنشر. نأتي إلى السؤال الأخير، حل المعادلة إكس ناقص 5 في 7 ناقص إكس يساوي 0. انتبهوا فقط، لو تلاحظون إلى هذه العبارة، هي نفسها هذه، لاحظوا نفسها، إلا أن هنا يمكن أن نأتي بهذه 7 من هنا والناقص إكس من هنا فقط، بكل بساطة، وكأنما قال أ يساوي 0، يعني حل هذا فقط. نقول إكس ناقص 5 في 7 ناقص إكس يساوي 0. عندكم قاعدة درستموها في الرياضيات، أ في ب يساوي 0. ماذا قررتم؟ أ يساوي 0 أو ب يساوي 0. لاحظوا ها هو مثلا الأ، هذا في، ها هي البي يساوي 0. يعني ماذا؟ يعني لو نطبق، يعني إكس ناقص 5 تساوي 0، أو ماذا؟ أو 7 ناقص إكس، عفوا، تساوي 0. أي درستم أن هذا بما أنه معلوم يذهب إلى هذه الجهة كما يبقى لديكم، يصبح إكس يساوي كم؟ 5. سنأتي هنا كذلك، أي لو نأتي بهذا العدد إلى هذا الطرف لأنها مساواة ليس متراجعة، ماذا يعطي لكم؟ 7 يساوي ماذا؟ قمت بإنقال إكس هكذا، كم؟ إكس، ها هي أمامكم. أصبحت النتيجة ما هي؟ الحلول هي الحل الأول كم؟ هو 5، والحل الثاني هو كم؟ إكس كم يساوي؟ 7. هذه هي حلول المعادلة فقط، بكل بساطة. وشكرا وإلى لقاء آخر، وزوروا موقعنا الموجود أسفل الفيديو.